طالبة بشهاداتنا، تعب سنين ما بدنا نضيعه مثلا خلاف بين إدارة جامعة وبين أي فصيل تاني أو أي جهة مانحة تانية. إحنا بالنهاية دكاترة حابين نزاول المهنة، حابين نمارس مهنتنا الطبيعية. الأمور المادية صعبة على الكل، ويعني إذا في جهة قادرة تغطي إحنا ليش نعاند ويقفولنا في مستقبلنا؟ يعني بكفي الطالب رح يشوفه بعد التخرج، الحياة شغل ما فيش وهيك، بالعالم ما في ألاقي شهادتي تعبي موجودة قدامي. العافية. بداية خرجنا اليوم ممثلين عن خريجين جامعة الأزهر من سنوات 2017 حتى 2007 بالرجوع. نحن اليوم خرجنا لا نمثل إلا أنفسنا ولا يمثلنا أحد سوانا. خرجنا بمطلب سامي، هو ألا وهو بدنا شهاداتنا. الشهادة حق وطني مجتمعي يضمنه لنا كافة المواثيق وكافة الحقوق والمحافل الدولية. نحن اليوم نؤكد على هذه الرسالة ونطلب من صناع القرار وأصحاب الهامات العالية في جامعة الأزهر، جامعة الفقراء وجامعة الكل الفلسطيني، بالنظر وإعادة النظر بهذه الأزمة، الأزمة الحاصلة بين تكافل وإدارة الجامعة التي عرقلت توقيع منح التكافل أسوة بزملائنا في الجامعات الأخرى. نعلم أن في هذه الجامعة أصحاب مواقف بطولية، نتوقع منهم حراك أو توضيحات بخصوص هذه الأزمة. ليس لنا مطلب واحد ألا هو بدنا شهاداتنا. إحنا بدنا شهاداتنا، وإحنا بدنا إياهم مقابل إنه سجلنا في التكافل الاجتماعي. ما إحنا بدناش إياها صدقة من أي حدا، إحنا مقابل عمل، مقابل عمل، وهم يدفعوا الأجر للجامعة نفسها، مش إحنا بدنا إياه يعني مقابل إنه حدا يدفع لنا صدقة من أي حدا. ويعني إحنا بنتمنى إنهم يبعدوا أي سياسة، أي خلاف سياسي عن إنه إحنا لسه طلبة خريجين جداد بنأمن مستقبلنا.